وينضم إلينا من رفح مراسل الحدث أحمد حرب. أهلا بك معنا أحمد، لك أن تطلعنا أين أنت تحديدا في رفح وما الذي يجري هناك؟ نعم، نحن نتواجد في الجهة الغربية لمدينة رفح. الغارات الإسرائيلية ما زالت متواصلة هنا. قبل قليل كان هناك استهداف لمنزل لعائلة برهوم، خلف عدد من الضحايا وأيضا الإصابات، بالإضافة أيضا إلى القصف المدفعي المكثف في شرق مدينة رفح طوال ساعات الليل، وحتى هذه اللحظة ما زال متواصلا يستهدف منازل وأراضي زراعية فارغة في المنطقة أيضا الشرقية لرفح، بالإضافة أيضا إلى الزوارق الحربية الإسرائيلية التي قصفت الأطراف الغربية لمدينة رفح بشكل مكثف ومركز طوال ساعات الليل. هذا بالإضافة أيضا إلى الطيران الحربي الإسرائيلي الذي يستهدف بعض من الأراضي الزراعية الفارغة في المناطق الشمالية أيضا لمدينة رفح، بالإضافة إلى العملية العسكرية البرية المتواصلة في مدينة خان يونس في شرق خان يونس. هناك اشتباكات تدور على الأرض بشكل عنيف ومركز، وأيضا في شمال مدينة خان يونس ووسطها أيضا هناك اشتباكات تدور ما بين عناصر القسام والفصائل الفلسطينية الأخرى والجيش الإسرائيلي. هناك تمركز للدبابة الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي يحاول الدخول أكثر إلى عمق مدينة خان يونس من أحياء التي تقع في المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس، خاصة حي الكتيبة وأيضا حي المحطة. هناك تمركز للدبابات الإسرائيلية. هناك أيضا قناصة يعتلون أسطح البنايات في هذه المناطق، يقوموا بإطلاق الرصاص على المواطنين وعلى كل هدف يتحرك في المناطق التي يتوغل بها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة أيضا إلى المحاور الأخرى التي دارت بها اشتباكات عنيفة، خاصة في شمال غرب مدينة غزة في حي الشيخ رضوان، حي النصر، أيضا في شرق مدينة غزة في حي الشجاعية. هناك تقدم للدبابات الإسرائيلية في هذا، يعني دارت ما بين عناصر القسام وأيضا الفصائل الفلسطينية الأخرى والجيش الإسرائيلي. يحاول الجيش الإسرائيلي الدخول أكثر في هذا الحي، خاصة من شارع بغداد. هناك تمركز للدبابة الإسرائيلية، بالإضافة أيضا إلى المحاور الشمالية لقطاع غزة، خاصة في مخيم جباليا وبيت لاهيا على تخوم هذه المخيمات. هناك تمركز وسيطرة للجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى اشتباكات عنيفة مستمرة ومتواصلة حتى هذه اللحظة ما بين عناصر القسام والفصائل الفلسطينية الأخرى والجيش الإسرائيلي. هناك محاصرة للجيش الإسرائيلي لعدد من المدارس التي تأوي نازحين. أيضا هناك محاصرة لكافة المشافي في المنطقة الشمالية. عمليا انتهت الخدمة الصحية والمنظومة الصحية في المنطقة الشمالية جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لعدد من المشافي. وأيضا هناك إخلاء لكافة المشافي في المنطقة الشمالية بشكل كبير، خاصة مستشفى كمال عدوان، المستشفى الذي كان يعمل على تقديم الخدمة. عمليا الجيش الإسرائيلي قام بإخلاء المشفى من الكوادر الطبية والنازحين، وقام بضرب محطات التوليد للكهرباء التي تعمل على تغذية المستشفى بالكهرباء، وبالتالي هو يحاول إخلاء كافة المنطقة الشمالية حتى يتم التوغل والسيطرة أكثر على كل المناطق، خاصة مخيم جباليا وبيت لاهيا. نعم أحمد، بالنسبة لرفح يعني هناك دائما المخاوف بأن يتم قصف محور صلاح الدين وتكدس النازحين في رفح في منطقة واحدة تجبرهم للدخول إلى شمال سيناء. ما الذي يجري في محور صلاح الدين؟ هل هو قريب منك أم بعيد عنك؟ عدد من يتواجد بالقرب من هذا المحور كم تقريبا؟ يعني المحاور التي يتواجد بها الجيش الإسرائيلي على شارع صلاح الدين، المحور الأول هو في شرق المحافظة الوسطى، المحور الثاني هو على مدخل دير البلح أو على ما بين دير البلح وسط القطاع وأيضا خان يونس جنوب القطاع. هو عمليا الجيش الإسرائيلي فصل المناطق الوسطى عن المناطق الجنوبية بشكل كامل من خلال السيطرة على شارع صلاح الدين، وبالتالي هذا الشارع الآن لا يستخدم لتنقل النازحين إلى المناطق الجنوبية. هناك شارع الرشيد وهو شارع البحر المعروف محليا، هنا يتم التنقل من خلاله من وإلى المحافظات الوسطى وأيضا المحافظات الجنوبية، وبالتالي الجيش الإسرائيلي يفرض السيطرة بشكل كامل على هذا الشارع. هناك عملية إطلاق رصاص على كل هدف يتحرك أو حتى سيارات تأتي إلى هذا الشارع يقوم بقصفها من قبل الدبابات الإسرائيلية المتمركزة على هذا الشارع، وبالتالي نحن نبتعد صراحة كثيرا عن النقطة التي يتواجد
بها الجيش الإسرائيلي في شارع صلاح الدين عند ما بين مدخل دير البلح وأيضا محافظة خان يونس نبتعد كثيرا، وبالتالي نعم. حركة النزوح هي من المناطق الغربية لمدينة خان يونس ومدينة رفح، وبالتالي هناك آلاف الآلاف متواجدين في منطقة المواصي التي حددها الجيش الإسرائيلي كمنطقة آمنة. طلب من سكان مدينة خان يونس الشرقية والغربية التوجه إليها، وبالفعل شهدنا خلال الأيام الماضية حركة نزوح كبيرة إلى هذه المنطقة، وأيضا هناك تخوفات من أن يكون هناك عملية استهدافات لهذه المناطق أو محيطها، وبالتالي سوف يكون هناك أمام النازحين هو التوجه إلى الحدود المصرية والدخول إلى سيناء. هناك الكثير من العائلات أقامت خيام كثيرة في المنطقة التي تقرب من الحدود المصرية، وكانت هناك تخوفات لديهم بأن أي استهدافات لمحيط هذه المنطقة أو في الأماكن التي نعم. يتواجدون فيها سوف يكون أمامهم الحدود المصرية التي هم على أهبة الاستعداد للتوجه إليها. شكرا من رفح جنوب قطاع غزة، مراسل حدث أحمد حرب.